أهلا بكم من جديد سيدات وسادتي في مستهل هذه الحلقة من برنامج مراسلون، والتي نعرض فيها لحضراتكم ما ورد إلينا من تقارير مراسلين بمحافظات جنوب الصعيد. ونبدأها من محافظة سوهاج، حيث تقدم البوابة الإلكترونية لجامعة سوهاج إتاحة الخدمات المقدمة لطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة. تفاصيل أوفى في سياق تقرير الزميل خالد المشنب. تقدم البوابة المركزية ثنائية اللغة، والتي تضم كل المحتويات والأنشطة المقامة بالجامعة ومدعمة بكلتا اللغتين العربية والإنجليزية، وعدد من الخدمات التي تقدم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المدني من خلال تلك البوابة. تدريب عدد من العاملين بإدارة الكليات على تحرير وتحديث بيانات البوابة ووضع الآليات اللازمة التي تضمن ربط وتكامل البوابة الرقمية مع تطبيقات نظم المعلومات الإدارية والمكتبات. هذا وقد أكد الدكتور محمد حشمت مدير مشروع البوابة الإلكترونية على صلاحية الدخول للمعلومات المختلفة على البوابة بناء على دور المستخدم كعضو هيئة تدريس أو إداريين أو طلبة، نشر الأخبار والإعلانات والسماح للقطاع الخاص والمجتمع المدني بالاستفادة من الخدمات المقدمة. بالنسبة لسؤال حضرتك، احنا بنتكلم على مشروع يسمى مشروع البوابة الإلكترونية، هي احدى المشروعات الممولة من وزارة التعليم العالي. الغرض الأساسي منها ان لكل جامعة من الجامعات المصرية يكون موقع، او إذا جاز التعبير بوابة للجامعة على شبكة الإنترنت. موقع الجامعة أو بوابة الجامعة مفروض أنه من ضمن المهام المسؤولة والمخولة بتقديم خدمات لثلاث فئات. منتسب الجامعة عندنا مقسمينهم لثلاث فئات مجتمعية: الطلاب، أعضاء هيئة التدريس، وكمان العاملين بالجامعة. وبالتالي لكل فئة من الفئات دي كلها إحنا بنقدم له الخدمات اللي بتيسر له عمله ويلاقيها على شبكة الانترنت. لو خدنا مثال صغير، الطلاب مثلا بنسأل نفسنا الطالب لما يدخل على البورتال بتاع الجامعة عايز ايه، فبنحط المعايير المحددة بتاعتنا للخدمات وبنوفرها له. عايز يعرف النتيجة بتاعته عند ظهورها بدل من الطريقة التقليدية اللي هي الورقية، فبنحط له النتائج بمجرد ظهورها. الجداول الدراسية في بداية كل عام دراسي قبل العام الدراسي ما بتخلص شؤون الطلاب وبتسلم لنا الجداول، بنرفعه للطلاب على موقع الجامعة. موقع الجامعة بيخدم على ال 12 او 13 كليه الموجودين في الجامعه، وبالتالي كل كليه كمان من الكليات لها الموقع الخاص بيها. والطالب بيدخل على كليه العلوم عاوز يعرف النتائج بتاعته، او عاوز يعرف الجداول بتاعته، او عاوز يعرف مواعيد المحاضرات بتاعته بيلاقيها، بجانب كمان انه بنغطي له الاخبار او الفعاليات اللي بتحصل في كل مره او على مدار العام الدراسي للجامعه دي. البوابه الالكترونيه لجامعه سوهاج زي ما وضح الدكتور محمد هي بتقدم مجموعه من الخدمات، منها التسجيل الالكتروني في الدراسات العليا، بوابة شكاوي، نتائج طلاب، موقع أعضاء هيئة التدريس. بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، احنا مهمتنا في البوابة ان احنا بنقوم بتطوير الخدمات المختلفة. كان عندنا مثلا خدمة بتتقدم لعضو التدريس ببساطة كده، الخدمة دي موقع لكل عضو التدريس بيحط عليها ابحاثه المختلفة، ارشيف ابحاثه في المجلات العلمية، نبذة عن سيرته الشخصية، السي في بتاعه، صورة لي يعني، تواصل الاجتماعي مع الطلاب، فيسبوك اكاونت، تويتر، وهكذا. من الخدمات اللي احنا عملناها ان احنا طورنا المواقع دي. كانت الاول بتتعمل بطريقه استاتيك يعني ثابته، ان عضو التدريس بيجي لنا بيقول لنا والله انا عايز ارفع الملفات دي بنفسي او بطريقه يدويه. الفترة الأخيرة لا، عملنا حاجة إن هو عضو هيئة التدريس يعمل ريجستريشن، يسجل بنفسه البيانات دي عن طريق الويب سايت بتاع البوابة الإلكترونية، وبيختار اسم وباسورد، ومن خلال اسم الباسورد بيقدر يحدث بياناته الشخصية بطريقة آلية من مكتبه بدون الحاجة إلى الرجوع لنا. دي آخر حاجة عملناها إحنا كفريق مطورين في موقع الجامعة. أنا المسؤولة عن الأخبار اللي في الموقع وصياغتها وتحريرها، وعلى أي خبر بيتنشر أنا براجع ورا المحررين، يعني اي معظم الموقع عليا، ولو في اي اخطاء او كده ابقى انا المسؤوله عنها. بيتم تحديث الاخبار ابديت بتاعت الجامعه وانشطه الجامعه تقريبا بصفه يوميه، يعني ما فيش خبر يعني بينزل في المركز الاعلامي الا بنكون احنا منزلينه على الاقل
يعني يعتبر في الاول او في التاني يعني بعد الجرايد، وبرضو ساعات يعني بناخد اخبارنا برضو من الجرايد التانية الخاصة بينا، يعني بنعمل لها مثلا زي كل اللي نشره عن جامعة سوهاج، بناخد نقول الجرايد مثلا الوفد والاهرام والاخبار نشر عننا كذا وكذا وكذا، يعني كاهتمام بينا، يعني هم مبينين ان احنا مهتمين بينا. خدمات إلكترونية متعددة تقدمها البوابة الإلكترونية بجامعة سوهاج لخدمة الطلاب والباحثين والمجتمع المحلي. كان معكم من داخل جامعة سوهاج عدسة الزميل محمود رفاعي والإعداد ساهر منتصر، وكان معكم خالد المشنب لقناة طيبة.